في مشكله في المواهب في مصر؟ اه طبعا طبعا، على فكره في كل المجالات، في لأن كل المجالات. زمان زمان كان سواء لاعب او سواء مدرب هما دول، او سواء على مستوى الاداره، كل واحد بيمارس المهنه دي هو من منطلق حبه ليها، انما مش هدف مادي وعايز يكسب فلوس و و يمكن قد تكون ظروف يعني الحياه اتغيرت بالنسبه للاجيال الجديده. يعني زمان مثلا في الفن، اكيد في التمثيل مثلا على سبيل المثال، بص شوف النجوم كانوا عاملين ازاي شكلهم، انما لان هو كان بيشتغل المهنه دي كانه متبرع. بس عندنا نجوم برضو كويسين النهارده يعني. طبعا طبعا. يعني يمكن القاعده العريضه بقت، يمكن يعني عشان المقارنه هنا لا تجوز برضو يا دكتور حنا. امبارح زمان كانت مستوى الشاشات ايه، او عدد الشاشات اللي بيطل عليها النجم قد ايه، فبالتالي الاختيار كان عامل ازاي. النهارده اليوتيوب خلى كل من هب ودب بيغني، وكل من هب ودب بيمثل. في فرص قصدك يعني اللي عنده امكانيات بتظهر. طبعا. طبعا طبعا. بس انا هقول حاجه على الكوره، بس يعني بتكلم الاول يعني هي زمان يعني المدربين بتوع زمان لو يعني تشوفهم كان دخلهم ايه. ولا بيفكر ليه بياخد له 10 جنيه في الشهر، 15 جنيه في الشهر، وممكن يكون مدرب في النادي الاهلي. يعني ده كان بيخليه اكثر اخلاصا مثلا. لا هو مش هيت في ناس، ما هو في ناس هو لو مش حابب المهنه دي قوي مش هيشتغلها، لانه ممكن يلاقي الدخل ده بره واكتر منه. انما النهارده الرياضه او الفن، لا شوف دخل الفنان او دخل اللاعب ايه، سواء على مستوى اللعب او على مستوى المدرب. وده مخلي النهارده يعني اي حد عنده ابن شايف فيه ربع موهبه عايزه يطلع لعيب كوره وبيقاتل عليه. هو مش هو ممكن يعني ممكن يعني، بس انا اقول رغبه الناس في ان اولادها تخش مجال الرياضه النهارده بقت اكبر بكتير جدا من زمان. يعني زمان كنت تقول مثلا ممكن تلاقي الاب بيقول لابنه سيبك من الكوره وركز في دراستك، ما تلعبش كوره عشان تطلع مش عارف ايه. النهارده الناس كلها عايزه اولادها تطلع لعيبه كوره، واللي شايف ابنه موهبه بيصرف عليه فلوس وبيوديه اكاديميات. والنهارده بنسمع عن مدارس لكل الانديه العالميه موجوده على ارض مصر. دي نقطه مهمه توضح ايه بقى الكلام اللي انا بقوله. هو ممكن الاسره بامكانياتها عايزه تفرض ابنها، وممكن يتفرض، وممكن يكون المدرب ده، عفوا ان انا بقول الكلام ده، لان الاجواء احنا بنعيشها، ممكن يكون المدرب ليه مصلحه مع سين مش مع صاد. اوكي. زمان ما كانش كده. زمان اللي هيطلع هو الموهوب وده اللي بيكمل. انما في التوقيت ده انا شايف ان في على مستوى الكوره، خلينا نتكلم بتركيز في الكوره. تمام. في نجوم كتير قوي، مش نجوم، مواهب كتيره جدا مش هتلاقي فرصه. النهارده حضرتك بتقول الاكاديميات دي بفلوس. الانديه بتخش دوريات بتلغي العناصر اللي عندها، الاشبال اللي عندها، وانديه كبيره مش عايز اقول اسماء على مستوى الدوري الممتاز، وبيلجا ان هو مثلا عنده داخل في بطوله منطقه القاهره، بيخلي نادي تاني صاحب اكاديميه تمام يشترك باسم النادي ده، يدفع له مثلا 100,000 200,000 نص مليون جنيه، وهو ياخد الثلاث اربع فرق دول يجيب لعيبه من عنده ويلعب باسم النادي، اسم النادي سين او صاد. طب فين اللعيبه المواهب الموجوده في النادي؟ هي مش هتلاقي فرصتها. فهو الجانب المادي ده طغى بشكل كبير. حضرتك بتقول عليه ده بتسمح بيه لوائح اللي بتنظم المسابقات، اروح اعمل اجيب، ما يروح هو هيقيده في النادي ويلعب. هيقيده عنده في مفيش مشكله. لكن هو ما بيشتغلش على قاعده ايد احمد وايد محمود عندك وبيقيده، خش المسابقه وانا النادي دوت اللي هو جايبني الاكاديميه، ما انا بلعب في اكاديميه، بنلعب في اكاديميه، فبندفع كل شهر مثلا 1000 جنيه فالراجل بيكسب، فما يحط واللعيبه عايزه تلعب فهي شغل كده، وده اللي بيلعب وبيحجب الفرصه عن الموهبه الحقيقيه الموجوده. يعني حضرتك عايز تقول انه الناس النهارده بتلعب كره بفلوسها نسبة كبيرة، وده جه على حساب المواهب الحقيقية. نسبة كبيرة، نسبة كبيرة. يعني أنا شايف دخول الأغنياء أو الناس اللي عندهم إمكانيات مادية في الكورة، الكورة كانت متاحة للفقير زيها زي أيوه، الفرص متساوية للجميع. واللي عنده موهبة هو اللي بيصعد. بيصعد موهبة، مش بتكلم يصعد موهبة في الفريق الأول. لا، بيثبت وجوده في النادي وعنده 10 سنين، خلاص بقى بيبقى ده مؤهل وبيبقى فيه اهتمام بيه. تمام. في نجوم كتير بتظهر في السن الصغير. في الأندية دي اللعيب ده مش هياخد فرصته، مش هيلعب.